السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم فيديو تري تري سبيسيال، وهذا السيد هذا راه ما جديتش لكم غير بزز جوج مرات كنطلع الرباط على ود السي امين. مرحبا بك وشكرا بزاف على حيت قبلتي تدوز معنا في لاجي دايو. السي امين قرا في لاشين وخدا الدكتوراه ديالو تبارك الله في تما، خدم تما ومن بعد جا المغرب تاستر دخل هنايا. بغيت نجيب لكم شخصيه اللي نجحات في داك البلاد ودخلت مورا تانسطرات هنا، لان بزاف ديال الاسئله كيجيو على هذا الموضوع هذا. تقول واش الا مشيت غير تما الدبلوم واش ممكن نخدم به برا، ولا ممكن نرجع به للمغرب، واش مقبول واش هذا. دونك ما كنرجع لكم شي واحد اللي مشى تما ودار هاد ليكسبيرونس هادي، هو عطينا سميتو التجربه ديالو، عاود لنا على شنو داز تما ولي زوبورتونيتي اللي كاينين وكلشي. المهم امين، خليك تقدم راسك وديك الساعه نطرح لك الاسئله. انا سميتي امين زاكوني، كنت مشيت لاشين في 2009، درت تماك ماستر، ومن بعد رجعت في 2012 خدمت مع الشركه ديال هواوي، شركه صينيه حتى هي. موراها بعام مشيت عاوتاني لاشين كملت الدكتوراه ديالي، ساليتها في 2017. شحال خدات الوقت البي اتش دي؟ المهم في شينوا ليسونس كتكون فيه 4 سنين، والماستر 3 زون جينيرالمون، والدكتوراه فيه 4 سنين. 4 سنين في التوتال. داكوغ. افيك بوس كون افيك بوس. اوكي هادي لي زوين انا غادي بالنسبه مثلا الماستر والبي اتش دي كان عندك بجوج دي بورس؟ بجوج كان عندي دي بورس ديال سي سي، كتسمى بورس ديال الغوفرنمون شينواز. وهادي كي درتي تاثيرها؟ في 2009 هذيك الساعه الناس اللي باغيين يمشيو لاشين كانوا قلال، كانوا كي هما كيتصلوا بينا باش نمشيو مي تبيع. كان كتحط الدوسي ديالك في سونتر دو فورماسيون دي كادر اللي تابع لوزاره التعليم العالي، كنحط الدوسي كتجمع بحال اللي التواصل اللي كتجمع باش تبع لاشين كتباع، وكان كلشي كيتقبل، كانوا حتى لي بورس كومبليت بالنسبه حتى للناس ديال ليسونس. دابا ما بقاش، بقاو غير الناس ديال الماستر والدكتور. مي راه كل عام كتكون، غير دابا ولا العدد كبير ولكن لي بورس قلال اللي كتبع عليهم على هذه الطريقه. حتى الناس ولاو دابا تيعرفوا بان لاشين ولات بحال طوندونس، لان كلشي ولا كيمشي لها. سي بوغ سا لي بورس ولاو تيقلالوا، ماشي تيقلالوا من الناس ولاو كيمشيو اكثر. سي بوغ سا ماشي علاش مش حال هذه كانت لاشين ما كيمشيش بزاف، تيبقاو لي بورس كاينين كلشي كيمشي لاشين بعيده، ودابا ما بقاتش هاد القضيه هادي. دونك خديتي بورس كومبليت بوغ لو ماستر بي اتش دي اي بي اس لا فورماتيك رجعت لهنايا المغرب وخدمت مع الهواوي. ولكن هنايا كيفاش تخدمت مع الهواوي، هذه هي الحاجه المهمه. انا ملي كنت نقرا الماستر ديالي راه قريت اللغه الصينيه، عدت الماستر. دونك ملي تخرجت سيبت السي في ديالي بشينويه ودفعتو نيشان للمناجر شينوي. دونك ما درتش مع المغاربه اللي خدامين هنا في الهواوي في المغرب. دونك اون فوا شاف السي في عيط ليا. دونك باش دير، المهم هذه نصيحه، هذه اهميه اللغه الصينيه اللي كتكون تما. سي بوغ سا المهم هذا هو لو بلوس. لو بلوس كتنصح الواحد يمشي في الاول يدير اللغه، عاد هو راه يكمل الشعبه ديالو. يكمل الشعبه ديالو سوا بالانجلي سوا بالشينويه، ما كاين حتى مشكل. قالوا لي ماناجر غير شناوا، ما هضرتش مع حتى شي مغربي، ميم سي الاراش اللي مغاربه كاين فيها غير مغاربه، وجاب الله تيسير الحمد لله. دونك شافك ماناجر كتهضر بالشينويه واخد ديبلوم تما ديريكتور، كيقول هذا ديالنا ديالنا كيقول لي بحال شينوي معاه. مورها بعام كملت الدكتوراه ديالي. كنت باغي نسولك حيت شحال واحد تيقول لك انا خير نمشي تما، واش الدبلوم معترف به في المغرب ولا معترف به في الانترناسيونال؟ بغيتك تقول لنا شي كلمه على هذا الشيء. بالنسبه لهذه القضيه بزاف كيهضر عليها ولكن راه سهله. دونك انت دابا مثلا خديتي الدبلوم في شينو، غنقولوا ماستر، ياك بغيتي تجي للمغرب تخدم، الا كنتي بغيتي تخدم مع الحكومه مع الدوله مع البوبليك، دونك خاصك دوز على واحد كدير واحد البروسيدور ديال ليكيفالونس. بغيت تخدم مع البريفي انا خدمت بالدبلوم ديالي نيشان. نيشان يعني هذيك تبقى غير في الدوله في اختيار. ولكن راه عندك الحق في الكيفالونس. نهضرو مثلا بغيتي تمشي لالمانيا، حتى هي كتشوف واش خاصك دير ليكيفالونس ولا لا. كان خاصك دير ليكيفالونس كديرها وتدفع تخدم، سينو راه كتقدر شركه اللي بريفي راه كتخدم فيهم نيشان بلا ليكيفالونس. الاغلبيه راه كيخدموا شركات بريفي الدوله قليله اللي بغا شي سالير مزيان، خدمه مزيانه اكسبيرينس مزيانه. دونك هاد القضيه ديال ليكيفالونس اي دبلوم اي دبلوم معترفين به عالميا ما كاين حتى مشكل. ميل سي الجامعات دابا اللي مرانكيا 300 400 ما كاين حتى مشكل. جاتك الفكره باش دير بي اتش دي ديالك تما؟ درتيها بالونجلي؟ درتها بالونجلي. داكور، شنو كان الدومين ديالك ولا لاتيز اللي خدمتي عليها؟ انا بقيت في لافورماتيك. دونك ملي ساليت العام ديال، المهم خدمت العام ديال مع الهواوي ساليت، عاوتاني مشينا للشينوا درنا الدكتوراه افيك بوس عاوتاني في نفس المدينه ولكن في جامعه اخرى. في المدينه كنت في طنجة، بروفانس ديال خونان. داكور اوكي. شورشي شويه ولكن راه
اخر مره مشيت ليه كانوا كنا غير ثلاثه المغاربه، دابا راه ولا 50 واحد. تبارك الله تبارك الله. شنو المنحه شنو كانت عندك فيها؟ المنحه ديال الدكتوراه وحتى ديال الماستر غالبا كتكون فيها قرايه فابور وسكنه فابور زائد صالير ديال 4000 تقريبا 4000 درهم. وديك كتجي تكفيك تعيش بها مزيان كافيه لانك ما كتخلصش السكنه كتبقى تخلص غير الماء والضو ديالك هذيك 200 درهم نقولوا الشهر والمعيشه ديالك راه مره كطيب مره كت المهم اذا بغاو نصائح في هذا الشيء راه نشرحوا لكم. عاودنا المعيشه شويه سي امين انت عشتي بزاف تما عاودنا كيداير الناس في التعامل ديالهم واش ما كاينش داك الغاسيزم ظريفين تيحاولوا يدخلوك معاهم يوريك الكالتشر ديالهم عاودنا شويه على داك الشيء. الصراحه الشينوا المعيشه فيها زوينه انا الصراحه بيان سور اول مره كتوصل راه كتقول اش كندير هنايا كتشوف كلشي شينوي ولكن من بعد الصراحه شناهو ظريفين ما كاينش العنصريه المعيشه ما غالياش بزاف يعني قارناها مع المغرب غادي تكون تقريبا بحال بحال الماكله كيفاش كنا حنا كنديرو وفي كل جامعه في الصين ديما كتلقى واحد الكونتين كبير ريستو كبير وفيه البارشي ديال الناس المسلمين وكيكون بحال بوفيه شي الحلال فيه وكتختار كتختار الماكله اللي بغيتي. معجه كتكون رخيصه الويكاند كنا كنطيبو مثلا الحوايج راه رخاص تماك دونك صراحه العنصريه ما كايناش في الشينوا البنت تماك سوا مما كان تخرج مع الليل ما كاينش اللي يهضر معها صراحه الامان تماك وبيان سور شناهو راه كيخافوا من القانون لان القانون الصيني شي شويه صعيب وهما راه سيريو وخصك تعلم منهم يعني تحترم الوقت تنظم الوقت ديالك وفي الجامعه الحمد لله كتقدر دير هذه القضيه تولي تفيق بكري تمشي تقرا في العشيه تمشي للصال مثلا ولا تمشي تحفظ فهمتي المهم كاين ما يدار بالنسبه لي زاكتيفيتي ولا شي كاين لي زاكتيفيتي الجامعه كيفاش كانت شنو كانت الجامعه بحال تخيلوها بحال شي مدينه صغيره كومبيس الجامعه تكون بحال المدينه بحال شي مدينه فيها لي ريستو فيها تقدر تلقى فيها مول صغيور ميني مول تقدر تلقى فيها لا بيسين تلقى فيها المكتبه التيرانات ديال الكره التيرانات ديال الباسكيت ديال التنس كلشي كاين كلشي موجود كلشي موجود السيمانه كنا كندوزوها غير وسط الكومبيوس حتى الويكاند عاد كنا كنمشيو للمدينه يعني السونتر فيل تمشي تسالا شي شويه ولا تمشي تقسي مثلا تركي تقسي شي شويه على هذيك المدن شنو هما المدن اللي ممكن زعما تنصح الناس يدفعوا لهم بالنسبه للمدن اللي كنصحوا لهم انا حنا ديما كنصحوا تمشي للمدينه اللي ما تكون لا كبيره لا صغيره مويه الا عندك البيدجي كبير سير المدينه كبيره هذه ما فيها حتى شي مشكل ولكن الا البيدجي صافا يعني غير اوكي سير المدينه متوسطه نانجين داليان نانشان خانجو عندك البيجي مزيان سير حتى لشونغاي حتى هي مزيانه المهم هادو هما المدن حنا كنحاولوا ديما سيروا للمدينه الكابيتال ديال البروفانس داكو لا كابيتال ديال البروفانس كابيتال ديال البروفانس في شينوا كاين بزاف ديال البروفانس حاولوا تمشي للكابيتال ديال هذيك البروفانس كتنصح مثلا الطلاب يمشيو يقراو مثلا غادي ياخذوا الباك يمشيو مثلا لاوروبا اولا لازي يقراو كنعرف الناس من فرنسا ومشاو لشينوا دونك كتجيهم شينوا احسن وفرنساويين نيت كيجيو الشينوا زوينه المعيشه رخيصه وكلشي ميسر يعني ترونسبور مزيان خاصك تعلم غير اللغه هذه اهم حاجه هذه هو الكلي في الشينوا اللغه الصينيه بالنسبه للحاجه المهمه بالنسبه للناس اللي تيقراو تما وتيبغيو يخدموا في لاشين اسكو سي بوسيبل او با اون باغالين مع لا بلاتي كاع ندوزو لها الخدمه مورا الدبلوم الخدمه مورا الدبلوم موجوده انا نعطيكم غير مثال ليا المهم ملي شديت الماستر كان جاوني فرص نخدم تماك يعني بلا ما نجي للمغرب المهم غير انا بغيت نهرس هذيك ما بغيتش نبقى سبع سنين كامله في الشينوا فهمت دونك دوزت 3 سنين ديال الماستر جيت لهنا خدمت في المغرب عاوتاني مشيت للدكتوراه مورا الدكتوراه راه ممكن تخدم استاذ جامعي تما الخدمه كتكون 20000 درهم وعاطينك السكنه ديالك بلا انترنيت وكلشي والخدمه موجوده زعما الا قلبتي بيان سور تقلب ولكن ديما الكلي باش تقلب هي اللغه الصينيه مي الخدمه موجوده الشركات موجودين كنعرف دراري مغاربه خدامين دي ميتي ناسيونال دراري كنعرفهم دايرين ميكانيكال انجينيرين مثلا خدموا في شركه ديال فواتور اللي داروا الكوميرس كوميرس انترناسيونال كيخدموا في الديبارتمون ديال لي زاشا انترناسيونال هما اللي كيخدموا كيهضروا مع الكليان على ديك لي دومين شنو لي دومين اللي كنصح بهم الناس يمشيو يقراو اللي مطلوبين واللي كيمشيو لهم الناس بزاف وحنا كنصحوا لي شينيو خصو يدير لو شوا اللي ممكن يعطي فيه دونك الاختيار ديال الدومين شي مرات كيجيو الطلبه ما عارفش شنو يدير ما واخا شويه يحاول يقرا شي شويه على كل حاجه يدير بحال غير ويكيبيديا كل حاجه يشوف منها شي شويه ويعرف شنو كاين ويختار
لي دومين اللي مشهورين في الشينوا هما لانفورماتيك ليكونومي انترناسيونال سيفيل انجينيرين بيزنس هادشي اللي كيديروا هادو هما الميديسين تماك راه كيديروا مغاربه غير الميديسين ما فيهش لي بورس في الشينوا مي كاين مغاربه كيديروا الميديسين في الشينوا وكيقراو بالشينويه علاش القرايه رخيصه في الشينوا علاش كيعطيو المنح بالنسبه لهذا السؤال الجواب سهل الصين حطات واحد بلون ديال 2050 شنو هو هذا الهدف ديال هاد 2050 هو الجامعات الصينيه 100 الاولين يكونوا هما 100 في العالم دونك باش يجيبوا باش يوليو 100 في العالم شنو خاصهم حيت في الاندكس ديال شنو هو باش تكون كلاسي خاص يكون عندك طلبه اجانب دونك باش كياتيروا الطلبه الاجانب يجيو يقراو عندهم شنو كيديروا حيت القرايه في الشينوا راه ماشي فابور هذه لي المعلومه قرايه راه بالفلوس راه ما كاين 4 مليون 5 مليون اللي كتكون القرايه مثلا دايره بحال الدانيال فيها 5 مليون وكتولي غير 16000 درهم راه ملحه كبيره هذه ملحه وراه رخيصه رخيصه 16 درهم العام قرايه راه لي سيل بريفي راه ما كتخلصش كتخلص اكثر من هذا الشيء راه كاين غير بلا ما نذكروا السميه ديال الجامعات انترناسيونال هنا في المغرب راه كيقراو ب 8 مليون 10 مليون عاد فيها السكنه والقرايه اما تما كي الا درتي خلصتي غير مليون ونص مثلا قرايه مع السكنه كدوز اكسبيريونس جديده وكتعرف على ثقافات جديده والمعيشه زوينه وممكن تسافر وحاجه اخرى ماشي تسافر غير في الشينوا ممكن تسافر حتى لماليزيا اندونيسيا حيت قرابه الطياره كتكون رخيصه المرات الي روتور غير 1000 درهم 1000 درهم تمشي لتايلاند مثلا المهم راه مشينا حنا لهاد الدول هاد ساليتي الحمد لله فرصه ما خصكش تفلسها والمنح كيفاش كتشدو ماشي خصك نقاط معينه او شنو لي كونديسيون باش تشد المنحه دابا بالنسبه للمنح كاين بزاف ديال لي كونديسيون كاين كونديسيون كيشوفوا الدوسي ديالك والجامعات كتقرر ولا كيشوفوا لا نوت ديالك بعض المرات كيشوفوا واش عندك شي ديبلوم ديال لونغلي مثلا الايس ولا الطوفل المهم الجامعه كتحط دي كونديسيون وكيشوفوا الدوسي ديالك واش عنده هذوك لي كونديسيون ولا لا خاص تيكون الدوسي واجد بطبيعه الحال ويكونوا ديجا واجدين لي بورس عاد كنعرفوا شنو ممكن طالب يجي على حسب ديما الناس اللي باغا تبيع تقرا في الشينوا ديما وجد الدوسي ديالك حتى ما خاسر والو ماشي شي حاجه كبيره باسبور وجدوا من دابا ما تسناش الباسبور راه فاليد 5 سنين مثلا وجدو خليه ما تعرفش تمشي شي دوله اخرى ماشي ضروري الصين بصح المهم بالنسبه اللي باغي يمشي للصين باغي يقرا فيها تما بارتيغ دو لاني بروشين وساشون كو لاشين فيها دو رونتري ديال فيفري ديال مارس وديال سبتمبر غنخلي لكم لو كونتاكت ديال لاجونس انستغرام هنايا ولا واتساب هنايا ديريكتومون عيطوا لهم هضروا معاهم غادي يوجهوكم ملي رجعتي للمغرب دابا كتوحشي وما كتبغيش غير ترجع لها وجات ما جاتكش شكلك انت عايش واحد البلاد متقدم بزاف مرة رجعتي للمغرب شنو الفرق اللي لقيتيه انا وليد الصراحه ما كنعرفش بقى شي في الشينوا ديما ولكن الغربه راه شي شويه ما سهلاش طلع واحد المده واحد الوقيته صافي خصك ترجع دوز 6 7 سنين 8 سنين كتولي خصك ترجع لبلادك والديك راه مازال خصك تهلا فيهم شي شويه صح دونك هادو كعوامل اخرى كاين اللي ما عندوش هاد العوامل كاين اللي بزاف كنعرف انايا بقاو تزوجوا مثلا شينوي ولا شينويه وبقاو تماك دونك بيان سور كنتوحشو الشينوا راه كل عام عندنا فيزيت كنمشيو نزورو الطلبه ديالنا تماك ملي خديتي سميتو الدكتوراه ديالك قلتي دخلتي للمغرب شنو درتي شنو كدير ملي خديت الدكتوراه ديالي بيان سور حيت انا بغيت نخدم مع الدوله كاستاذ جامعي بروسيدور ساهل بحال اللي قلنا لكم في الاول كتمشي لواحد البلاصه في وزاره التعليم العالي بيرو دي كيفالونس كتحط الدوسي ديالك كدوز واحد 4 شهور كيخرج في الجريده الرسميه كوم كوا الدبلوم ديالك راه ولا عنده المعادله ديالك ما كدوز لاونتروتيان لا لا بالنسبه لهادو ديال لافورماتيك ربما ليكونومي كنظن ما كاين اونتروتيان ولكن الناس ديال الميديسين كنظن كاين شي اونتروتيان ولا كاين شي ستاج ولا شي ستاج المهم انا ما مأكدش المعلومه ولكن اللي بغيت يتاكد من هاد المعلومات معلومات راه يمشي للبيرو دي كيفالونس داكور اوكي راه كاين في الرباط والسن خرج لك 4 شهور ولا عندك شنو كاين ديبلوم بحال جامعه المغرب لا شنو كيخرج غير في الجريده الرسميه كون كوا راه الدبلوم الفلاني سميتو في لافورماتيك لا بلا سميه بلا سميه داكور عندي ليكيفالونس دابا نوريك دابا بلا سميه كتخرج في الجريده الرسميه كون كوا هذا الدبلوم ديال الدكتوراه في لافورماتيك في الجامعه الفلانيه في الشينوا راه اصبح معترف به ولا دكتوراه في لافورماتيك في المغرب واش تعلموك ولا ملي كتمشي تقرا الجورنال لا كيعلموك كيصيفطوا لك البريه حتى كتبع في الاول من بعد ملي كتبغي تدفع سواء البيبليك يعني شي مثلا مع الدوله باش تخدم كتدفع الديبلوم ديالك اللي خديتي في الشينوا زائد هذيك ليكيفالونس ديما تخليهم بجوج هذيك ليكيفالونس كتاخذو من الجريده الرسميه راه كاين البلاصه سميتها مطبعه داكور المهم راه ساهل هادشي راه ماشي صعيب راه كيخلع
ولكن كان اي فوا كتبدا فيه راه ساهل. حيت شي حاجه تيقول لك حقا راه ما كاينش ليكيفالونس ما كاينش هادي ما تيخلعوا الناس. ما انا حنا حتى اوكرانيا راه ولينا عارفين راه عندها ليكيفالونس زعما اللي كاع اللي كيقولوا ما عندهاش راه ولات عندها فما بالك الصين زعما. خاصك غير دير هذيك المسطره اللي خصها دار صافي راه كاينه ليكيفالونس ما تعكش. هضرتي لنا على المعيشه قلت لنا ما غاديش بزاف يعني الطالب اللي مشى تما شحال تيخصو تقريبا؟ المهم هذوك المدن اللي ذكرت تقريبا خصك واحد 1500 2000 درهم في الشهر. بيان سور ديما كتكون القرايه والسكنه الا ما كانتش عندك غراتوي راه كتكون ديجا خلصتيها وكتقرا لك المعيشه ديالك الماكله ديالك. لا تقرا بحال حاول تختصر شي شويه وصافي. اذا ما خصوش يخرج ياك لبرا مثلا وما يمكنش في الويكند كتخرج ولا الويكند كطيب وتخرج تسارى مثلا في الليل. اسمعني في الليل انا كنت كندير غير سباكيتين تاع الشباب سباكيتين مقرون. الماكله ديالهم زوينه تما حيت شحال واحد يشكى دعم ولا شي ماكله انا عاديش وهو انت سبع سنين انت تما انت اللي غتقول لنا شنو كاين. الماكله ديال الشينوا الصراحه مزيانه زوينه كتهضر على الماكله حلال ديالهم. الماكله بالطريقه الصينيه وحلال زوينه مخير الروز كيكون مع الطاقه مع الدجاج بالعكس الماكله ديالهم صحيه على المغرب على الماكله ديال المغرب. راه هنا انا في المغرب كندير الماكله ديال الشينوا كتوحش هذاك الطيب. حاجه اخرى الخدمه واش ممكن طالب يخدم تما يعني جوب ايتيديو؟ المهم هذه الكيستيون راه ديما كنتسولوه. المهم هو اوفيسيالمون ولا ليغالمون راه انتيغتي اوكي كطالب في شينوا راه ممنوع تخدم دونك حنا قلنا انه ممنوع تخدم ولكن المهم كاين بغيتي تخدم بارت تايم جوب غير للمعلومه ديما خصك تكون عندك اللغه باش تلقى البريكولاج. المهم شنو كتخدم تما شنو الخدام اللي ممكن تخدم؟ انا نعطي مثال بيا انايا خدمت قريت لونجلي قريتي لونجلي قريت لونجلي دري صغار ولكن الخدمه كتكون ذكي يعني كنقولوا حنا راه ممنوع ممنوع تخدم غير انت كتكون ذكي في الخدمه. تخدم مثلا الجمع في العشيه اربع السوايع مثلا من جوج حتى لسته صافي فاصل تجمع داك الشيء خاصك ما شتيش وتحمس ليه تخدم بزاف. نعطيو مثال خدمت كتخدم مثلا كتقري لونجلي غير الجمعه في العشيه مثلا اربع السوايع الخلاص تما كيخلصوا مزيان 250 درهم في الساعه ضربها في اربع السوايع راه 1000 درهم دونك 1000 درهم ضربها في 4 4000 درهم انت جبتي شهرين مخيره مخيره مزيان بخير. هادو هما البريكولا ديك قريت الفرونسي قريت لونجلي خدمت فواحد الشركه كندير الترجمه من الفرونسي لونجلي. كتعرف في شي اكسل مثلا بلونجلي وخصك ترجمه للفرونسي في شركه ديال لي جو اون لين حتى خدمت فيها. خدمت فواحد الشركه ديال لي زاشا انترناسيونال خدمت فواحد الخدمه فواحد الشركه من 9 ديال الليل 6 الصباح كنت كنخدم كنقرا بالنهار وفي الليل كنمشي نخدم نجي الناس كنت كنخدم كتسمى كاستمر سيرفيس كانت واحد جو اون لين شنو راه دايرين لي جو بالعربيه المهم راه ما كتعرفوهمش وهذيك كنشوفوا الفوروم عندهم واحد هذيك الجو عندها فوروم ديالها كنا كنجاوبوا على لي كيستيون زعما حنا هما صحاب لي جو لي كيستيون لي كيستيون ديال حنا كونسيرنو هذيك لو جو بيان سور خصك تكون لعبه يعني خدم زيدي بغا يخدم راه يخدم موجود الخدمه ما كاينش شي طالب اجنبي مشى للشينوا وما خدمش سيرتو في التيتشين ديال لونجلي تقريبا كلشي سي دابا كلشي كيخدم وكاين دابا اللي كيمشي ولا داير خدمه دابا وهذا هو الغلط. دونك حنا ما كننصحوش تخلي القرايه ديالك وتمشي تبقى خدام دونك غير خدم باش تجمع غير المصروف ديالك باش ما عندكش العيشه وتجي تسافر شي شويه بشي يعني بصر. ممكن تما تصبر غير مثلا شهرين ثلاث شهور ولا يسيطر لك والديك ابري تبر على راسك. حنا غنقولوا على الاقل خصك واحد عام حاول تعلم فيها اللغه صبر ما تخدمش حتى تولي عندك اللغه وراه الخدمه راه وقت تحيد لي كلشي. المهم حنا قلنا الخدمه راه انتيردي شنو تقولوش راه قلنا راه ليكال ليكال. كتقول شي نصيحه للطلبه دابا اللي كيشوفوك؟ النصيحه راه قلناها حنا كنقولوا اللي ديما كنهضروا على الشينوا بيان سور اللي بغى يقرا الشينوا وبغى يمشي للشينوا يحاول يدير العام الاول اللغه الصينيه من بعد يدير التخصص ديالو سواء بالونجلي سواء بالشينوي. ما تحسبهاش حاجه غادي لك عام ولا هذا بالعكس ما كاينش حاجه سميتها تعلم اللغه ماشي ضيع. الشركات الشينويه راه ولاو داخلين في طنجه دابا راه الشركات الصينيه راه كان دراري خدامين تما سورتو بعد الاتفاق ديال مزيان دار الملك مع دارني مع الشركه ديال اوبو مثلا هواوي راه باغي الناس اللي دابا ولاو كيبغيو الناس اللي تخرجوا في شينو اللي قراو في شينو يعني ما بقاش كيبغيو السيستم ديالهم عارفين كل شيء كتولي شينوي معاهم كيخدموا وكاين اللي كيخدم هذه معلومه اخرى كنعرف شي دراري مشاو قراو غير اللغه الصينيه وجاو خدموا كوم جيد توريستيك ماشي جيد ولكن كيتسمى اكومبانياتور اللي كيكون مع الجيد مترجم ديال الجيد كيخدموا ب 1200 درهم النهار كيديروا غير دي سيركوي 7 ايام سالا سيركوي كيسالح 7 ايام سيركوي جديد وهي غاد مزيان وخدامين يعني اللغه الصينيه راه ممكن تخدم بها حتى حاجه ما كضيع. سي امين كنشكرك على هذه المعلومات القيمه والشيقه
التجربه ديالك كانت زوينه بزاف وشكرا بزاف. حاولنا يعني نبارطاجيو معكم التجربه ديال سي امين. كما قلت لكم الا كتخاصكم شي اسئله سولوا لاجونس اللي كتدير لاشين، راه بغا يجاوبكم على كل شيء. باش تكون الفيديو ما تنساوش لايكيو وكومونتيو وتبارطاجيو مع الناس ديالكم، راكم عارفين اش خصكم ديروا. ونتشوفوا في الفيديو البروشين ان شاء الله. تشاو.